Madame Borgna Taral, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Je viendrai à vous, je vais passer un temps avec chacune et chacun d'entre vous. Ne vous inquiétez pas. Juan, salam alaikum. نهار مبروك كيف العادة كيحييكم خوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر. قبل ما نبداو عطيونا لايك كيف العادة وما تنساوش باش تشاركوا في القناة بالنسبة للناس اللي مازال ما شاركوش باش يوصلكم كل جديد. خليونا تعليقاتكم باش نعرفوا سماعكم حول موضوع اليوم. كذلك تابعونا في الانستغرام اللي كتشوفوا لتحت والتيك توك وكذلك صفحتنا بروفيسور على الفيسبوك باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. فكيف شفتوا اكبر مهزلة واكبر ذل تعرضت له الجزائر وتعرض له الشعب الجزائري؟ اؤكد لكم انني فعلا كنقولها بحرقة. ما العلم ان عندنا معهم خلافات، ما العلم انهم يعني فعلا كيهاجمونا، فعلا كيستهدفوا وحدتنا الترابية، ولكن أحس بحرقة لأن ما بقاش دل أكثر من هذا. والخطير في الأمر والذي يحز في نفسي واللي فعلا ما فهمتوش واللي فعلا ما عرفتش غادي نقول لكم واللي فعلا بقى في الحال وخبق مطراش هو أنني عارف ردة الفعل ديال الجزائر، لأن فعلا ما دارت والو. الحكومة الجزائرية كتاخد الشعب الجزائري يعني كسلعة كدمية، وحاشا أن يكونوا سلعة أو دمية، مع أن عندنا معهم خلافات ولكني كانوا كن لهم الاحترام لأنهم كيبقوا مغلوبين على أمرهم. ولكن دابا باش نوض الحكومة الفرنسية وينوض ماكرون يعني بهذه الطريقة ويدلهم ويهينهم، فكيف شفتوا السيدة هذه كيقول لها غادي نعطيك وسام من درجة فارس درجة استحقاق، وكيشدها شفتوا الطريقة كيفاش كيبوسها، كيقول لك حنا كنبوسوا للدين وحنا المغاربة كنبوسوا للدين، وريني مغربية شريفة. وهذاك السن ربما بنت بقى طيشه، ربما حاجه واحده اخرى كتوقع في جميع الشعوب باش نكونوا صريحين ونهضروا بوضوح. ولكن كنتكلموا امراه في هذاك السن اللي عايشه الاستعمار وعايشه الاستقلال وكيشدها من هنا ومن هنا وكيدير لها بوسه بواحد الطريقه مشينه. اكيد هذه المراه اللي عندها ولاد كبار تيشوفوا، اكيد عندها راجلها ولا لا كان مات غيكون عندها خوها ولا عمها ولا تبغي يجيها، وكيبوس وكيطرطق، ماشي بوسه عاديه، بوسه ديال الطرطق كيمحمح. في الاخير فرحانه هي انها اعطاها وسام. وسام ديالاش؟ والخطير في الامر وسام لمن اعطاه؟ الحركيين. الحركيين بالنسبه للناس اللي ما عرفوش هما الناس اللي ساعدوا فرنسا ضد المجاهدين، ضد المقاومه الجزائريه، الناس اللي نظمتوا على ديك البلاد باش يحاولوا يحرروها وتقاتلوا عليها، وعلى زعمهم على زعم الجزائر قال لك وصلت 1.5 مليون شهيد. يعني هادو هاد السيده هادو وامثالها من الناس اللي كانوا كيعاونوا فرنسا باش يقتلوا هاد 1.5 مليون شهيد على حسب زعمهم. هاد الناس هادو كانوا كيحاربوا مع المستعمر ضد بلادهم، وهما عايشين عادي بشكل عادي وما كاين حتى شي مشكل، بحال كنقولوا نازي واخا ماشي نفس التعريف. يعني النازيين واحد الوقيته ولاو كيقلبوا عليهم الناس براق النشف، ما بقاش انسان نازي كيقدر يعيش بشكل عادي. وفي الاخير كتنوض الحكومه الفرنسيه والرئاسه الفرنسيه والرئيس الفرنسي وكيخرج قانون انه كيعتذر لهم انه ما عطاهمش حقهم، وكيكرمهم وكيعطيهم اوسمه وكيستقبلهم وكتصورهم الصحافه
الصحافة الفرنسية والعالمية. وأخيرا كيجي وكيدير لهم تعويضات مالية. واش باقي شي دل أكثر من هذا؟ دابا جاوبوني واش باقي شي دل أكثر من هذا؟ زعما عرفتي دابا اش كنتسنى؟ نقول لكم اش كنتسنى. كنتسنى دوك اللي غيبداو يكتبوا لتحت الجزائر كبيرة عليك، قوة إقليمية. شخصيا أنا لو كنت جزائري، لو كنت جزائري اش عندي شي تليفون في يدي نهرسو أولا شي أورديناتور غنكتب نحيدو. لأن أكبر دل أكبر مدلة هادو اللي كيقول لك الجزائر كبيرة عليك، الحكومة الجزائرية كبيرة عليك، الرئيس عبد المجيد تبون كبير عليك. بين لي شويه من الكبرانيه، بين شويه من الكبر ديالك، بين لي دابا. دير خرج ولو بقرار تنديد. ها نتوما مع فلسطين ظالمه ومظلومه، هذيك الهضره ما كتحيدوهاش. نتوما مع الجمهوريه العربيه الديمقراطيه الشعبيه الصحراويه، ما كتنازلوش. الجزائري عنده النيف، ما كيتنازلش على الحقوق وما كيتنازلش على المواقف الثابته. وريني دابا شويه المواقف الثابته. عيالاتكم كيتباسوا بهذه الطريقه هذه، وكتبل بوسان استحقاق من درجه فارس ديالاش ديال حركي. عرفتي شنو اخر سب تكون هو حركي بالنسبه للاخوان المغاربه اللي كيفهموش هذه الكلمه ديال حركي؟ هي البيعه اللي كانوا عندنا قبل، والبيعه والدين وجدودنا الان باقا تيقولوا والبيعه والله حتى تموت بالمسدس. باقا واحد الاغنيه كتخرج اللي كانت كتقال في الاوساط ديال المقاومين وديال الناس الوطنيين والشعب المغربي الحر الابي. دابا كيجي واحد تيعطيه وسام وغادي غادي الانسان المشكله بهنا كيبين لك على انهم ما خايفين حتى شي حاجه. كيبان لك انهم ما خايفين لا من الشعب اللي يثور عليهم هاد الحركيين، ما خايفين من الحكومه ديالهم تقول لهم اش درتو، ما خايفين من الراي العام العربي. وكيجي في الاخر واحد تيقول لي مطبع، عليك بالله صاحبي، عليك بالله، حرام عليك، حرام عليك. شكون اللي اسوأ؟ شكون اللي اسوأ دابا؟ باقي شي واحد يقول لي كلمه تطبيع في الجزائريين؟ والله العظيم حتى زعما اش غنقول لك، غادي نشبع ضحك. دابا عاد تكسبوا. واش عرفتوا المستوى اللي تحطيتوا فيه؟ واش عرفتوا شنو باش يخرج رئيس ويكرمهم اللي استعمروكم سنوات وفي الاخر قتلوا منكم على حسب الروايه ديالكم مليون ونصف مليون ديال الشهداء، وفي اخر المطاف كيجيو كيكرموهم؟ يلا وريني سي تبون اش غدير. يلا انا كنتفرج نتسناو قرار، الا خرجتي غير بقرار ديال التنديد نتحداك. ورينا العمامره، وريني كتخرج مع الحلف الدوليه وكدير ديك التقليد ديال بوريطا وكتبدا تهضر بشويه لان بوريطا واعر عليك بزاف وكتبدا تهضر. وريني دابا انا غتهضر، راك وزير الخارجيه تقدر تهضر ومن حقك تهضر. علاش دابا ما تهضرش؟ علاش؟ اشرح لي علاش ما تقدرش؟ والله ما تقدر، انا اتحداك. فاذا هادشي هذا كنقول لكم، ما عمر شفت شي شعب تعرض للذل بحال هذا، ما عمري ما شفت شي شعب. انا كنقول لك هنا الشعب مغلوب على امره، الله ينزل عليه الرحمه، ما عندي ما نقول ليه. ولكن هادوك اللي غيتواطؤوا مع هاد القضيه غيبداو يدافعوا عليها، الحكومه ديالهم والرئيس ديالهم والوزراء ديالهم بما فيهم السي العمامره اللي كيهضر بزاف وكيحلف امه. فنقول لكم واحد القضيه، والله الا كنت كنتقلق واحد شي شويه ملي كنشوف بعض المواقف، ولكن الناس غنتقلق دابا، غنتقلق من الناس ادلاء. والمشكله هما كيجيبوا الدل. كاين انسان، شوف الانسان المدلول ينقسم الى قسمين، كاين الانسان مدلول بظروف قاهره حكمت عليه الظروف، كيسعى ولا كيدير شي حاجه ولا حاضر راسو في شي خدمه ولا شي حاجه لان تيقول انا صابر عندي وليدات ما نقدرش، انا صابر عندي واحد الحاجه على الصبر اللي غايتني في نفسي يعقوب، اني عندي واحد نقطه ضعف في الحياه ديالي. ولكن الخطير 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 هو انك تكون انت يا صابر ومدلول وكتقلب على الدل وانت في يدك اي حاجه. علاش ما تخدموش ديك النخوه مع فرنسا؟ علاش ما تهضروش وتقول لهم هدا هنا الدين وانا الجيب؟ قطع العلاقات الدبلوماسيه الا سميتك راجل. والله ما تقدر، اتحداك اتحداك قطع العلاقات الدبلوماسيه، ما غاديش تقدر. انت كتقدر ديرها مع المغرب، علاش باش تبقى شاد لو بوفوار؟ ولكن مع فرنسا والله ما تقدر بالله. الا كنتي تقدر غير تندد، شوف اش داير لك، شاد لك الجماجم ديال جدادك وداروه في متحف راه في باري، راه في باري، اللي مشى لباري كيخلص 10 اورو دخل تفرج في جدودك. عرفتي شنو هي هادي؟ تفرج في جدودك عباد الله. واكرر والله ما تنشمت ولا كنسب الشعب الجزائري، اتونسيون يغلط فيا شي واحده ما عليهم، انا بغيت نسبو غنسبو ونقول لك اللي بغيتي دير دير، ولكن لا ماشي مشي من اخلاقي، انا ما كنسبش الشعب الجزائري باش تعرفني. انا كنهضر على الحكومه وكنهضر على الرئاسه وكنهضر على هذوك الوزراء وكنهضر على هذاك العمامره وامثاله وكنهضر على شنقريحه. جدودك اللي مقاومين حرروا ديك البلاد على حسب روايتك انت،
راه ما دايرين لك المتحف تما ولي دخلك تفرج بعضومتك عرفتي شنو هي هادي ادير حيوانات حاشاكم ما تديرش لهم ومديروا لك جدودكم ما تقدرش تهضر ندب شجب التصرف قطع العلاقات نوض المحافل الدوليه سير مجلس الامن سير محكمه العدل الدوليه والله ما تقدر اتحداك كيبان لك على المروك ولكن الله سبحانه وتعالى كيف فضح كل ظالم وكل مفتري وانتم مفتريين وكتحطوا الباطل وعيتوا ما تريبوا فينا وما تحاولوا تريبوا فينا ولكن ما غربوش لكم الله كريبكم حاجه صغيره شوف اليوم اش دار رشقات ليها وناض ونزل عليكم بخبر صاعقه ونزل عليكم بقرار يدلكم وما تقولش لي هذا زعما دارو عنده شي غايه في نفس يعقوب عنده هدف واحد واوحد هو يدلكم كجزائريين ويذكركم بالمكان ديالكم انكم رحنا فرنسا عندك تنسى قول لي يقدر يدير دي مع المغاربه اقسم بالذي لا اله الا هو ما يقدرش يدير هاد القضيه مع المغاربه واتحداكم يعني اصلا ما كيناش ولكن لو كانت شي حاجه شبيهه بهذه ما يقدرش يديرها لاننا ابناء المملكه المغربيه الشريفه ودخل شي واحد يكتب لي مطبعين كتب لي عياشه كتب لي كتبوا سولي الدين هادشي كنديروه ورافعين راسنا وقادرين عليه وانتوما ما تقدروش عليه سمعتي كنبوسوا ليد ديال الملك ديالنا لانه كيحيد عنا الغلب وكيحيد عنا الحقره وكون دارت حاجه قريبه لهذه ماشي هي غير قريبه لا اقسم بالله تقوم الدنيا ولا تقعد واكد لك وتسطى اللي بغيت تسطى انا كنقول لك نوضوا ديروا ثوره على الشعب ديالكم نوضوا ديروا ثوره على الحكومه ديالكم نوضوا ديروا ثوره على الرئاسه ديالكم قول لهم فاريو لنا هذا المشكل هذا لان ما يمكنش يعيشوا بحال هكا انا كنهضر وضرباني النفس عليكم اقسم بالله الا ضرباني النفس عليكم ماشي كنشمس ضرباني النفس عليكم كيف كان الحال عندنا روابط واخا ما كتقبلوش بعض المرات ديك خوت وهادي منا معليش باغي تريبونا وكتسبونا وتعرقوا لينا وتنقصوا منا وتقول عندكم المخدرات عندكم الضعارات تسبوا بروتيني اليومي معليش ولكن كلشي هادشي كامل يدوز بزغمه الماء هادي ما تدوش وانا كعربي كأصلي من بلد عربي أمازيغي والله ما نقبلها كمسلم والله ما نقبلها على واحد بحالي بحالو عربي أمازيغي مسلم شمال إفريقي ما نقبلهاش أقرب بلد في العناصر ديالو للمغرب هما نتوما وهما حنا بالنسبة لكم أحب من أحب وكاره من كاره فإذا ما نقبلش يجي فرنسي ويدير لك أنت ولا يدير لي أنا حنا ما يديرش لنا لأن بطبيعة الحال ما عندناش كيفاش ولكن نتوما دار لكم ولكن عندكم حكومة ديالكم عندكم رئيس كتقولوا نتوما احنا انتخابات احنا حكومه كتضلوا كتهضروا وهنا ينوضوا ويبينوا يلا بينوا ليا والله ما تقدروا اتمنى نكون غلطه اتمنى تحنجوني وتقول لي شوش درتي ونخرج ونعتذر نقول لكم والله الا كنت كنصحاب الجزائر ما غدير والو وانا كنقول لك عندي لو كوراج وعندي النخوه باش الا فعلا كلامي صدق خاطئ ديال تنبؤات المستقبل عندي النخوه وعندي الشجاعه باش نجي وندير حلقه اخرى ونعتذر للجزائر حكومه ورئيسا وشعبا نقول لكم كنت غالط في الجزائر يلا ديروا لي على قد فمي وبينوا لي عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها ولا غالب إلا الله كيحييكم أخوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر والسلام عليكم ورحمة الله